خليها لبكرة. خليها لبكرة تمثيلية عن قصة غدا سأحبك لأمين يوسف غراب، إعداد محمود يوسف، وإخراج فتح الله الصفتي. وريني يا عم التمثال ده. اتفضل يا استاذ. تمثال بيضحك ودمه زي الشربات. ايوه بس ده شكله غريب، ايه حكايته؟ زي ما انت شايفه كده. انا شايفه بيبص لوراه ويضحك، والمسافه الطويله اللي وراه دي لازم ليها حكايه. علمي علمك، قال فيه شويه يمكن تعرف. على الله. فهمت. فهمت ايه بقى؟ بالصلاه على النبي، ده مكتوب عليه بعد الاربعين. برضه مش فاهم، ده مؤاخذة، أصل إحنا ناس كده على باب الله. اللي عمل التمثال يقصد إن الواحد بعد الأربعين يبقى اللي فاضله من العمر أقصر من اللي فات. عفارم عليك. سلامة يا أستاذ، مظبوط، وعشان كده بقى المسافة اللي قدامه أقصر من اللي وراه. عليك نور، أديك فهمت. وبكام بقى التمثال ده؟ ده تمنه 2 جنيه. شايف إنك بتغالي؟ غالي غالي، سيبه. تاخدش جنيه ونص؟ اسمع بقى، قال لي من 2 جنيه مش راح ابيعه. طب ما تزعلش كده. انت اشتريته بكام وانا كسبك فيه؟ عاوز الحق؟ طبعا. اشتريته ب25 قرش. وعايز تبيعه ب2 جنيه؟ ده انت لازم بتكسب مكاسب هايله من شغلتك دي. لو كان كده كنت اشتريت العماره الكبيره دي اللي فيها معرض الاوترومبلات. امال عايز تبيعه ب2 جنيه ليه؟ انا حر، انا اصلا راجل صاحب مزاج. وتقول ايه بحضرتك ان انا مستبشر بالتمثال ده ومبسوط منه، وكل ما اشوفه بيطل عليا وسط الزحمه دي اضحك زي ما هو بيضحك. تمام. وهو بيضحك ليه؟ كويسه دي، زي ما انت بتضحك وزي ما انا بضحك وزي الناس كلها ما بتضحك. والناس بتضحك ليه؟ زي ما بضحك انا. تمام. وانت بتحب الضحك؟ سيبك من التمثال ده واشتري الاسطوانه دي. دي اسطوانه قديمه. وماله، انت عارف الاسطوانه دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الاستاذ صالح عبد الحي، وهو بيقول اضحك من الفم وابكي من صميم قلبي، وانا بضحك تمام زي ما بيضحك صالح عبد الحي. ايوه بس انا ما عنديش فونوغراف. يبقى مع السلامه. صبرك شويه، خد الجنيه ده وهات التمثال وادوه للبيت، وخد الجنيه التاني. مفيش مانع، بس ولا مؤاخذه سلالم بيتكم عاليه. وتسال ليه؟ اصلا انا ولا مؤاخذه عيان بالقلب وما اقدرش اطلع سلالم ابدا. ولما انت مريض بالقلب بتمشي طول النهار على رجليك ليه؟ اكل عيش يا استاذ. طيب اطمن، انا ساكن في اول دور. عال هات الجني. اللي قولي، طيب لما اخذ بيتك فيه؟ بيتي في مصر الجديدة. مصر الجديدة؟ خد الجني يا عم وسيبنا ناكل عيش، احنا فين ومصر الجديدة دي فين؟ طيب اقولك على حل تاني، خد الجنيه وانا بكرة فوت عليك. هتلاقيني فين؟ احنا ناس على باب الله ومليش حتة واحدة. ساعة تلاقيني في شبرا، وساعة تلاقيني في العباسية، وساعة في الروضة. حضرتك بتشتري التمثال ده؟ ايوة يا فندم. ده تمثال عظيم، اوعى تسيبه. بص، ده عليه امضاء اكبر مثال ايطالي في القرن 19. ياه، ده حضرتك ليكي خبرة كبيرة بالتماثيل. مش قوي، انما اسمع نصيحتي وخده. اذا كنت عايزة اتفضلي. يا خبر، ودي تيجي؟ عن اذنك. من فضلك كلمة واحدة. ايوه، في حاجة؟ تسمحي تسلي فيه نص جنيه علشان الراجل عايز يبيعه ب2 جنيه، وانا ما معيش الا جنيه ونص دلوقت. بكل سرور، اتفضل، ادي النص جنيه. انا متشكر، متشكر خالص. تسمحي اعرف عنوانك علشان ارطلك المبلغ ده؟ لا لا، ده مبلغ بسيط. لا 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 لا، لا مش ممكن. طيب نمر التليفون. انت مصر؟ طبعا مصر. طب يا سيدي، ادي نمرة التليفون اهي، اتفضل. متشكر، متشكر جدا. خد بقى التمثال وعيش معاه وحاول تعمل زيه.
فعلا انا حاسس ان التمثال ده هيغير حياتي خالص. خلي بالك هو بيضحك علشان عاش المدة الطويلة دي من حياته، وانا كمان هضحك اللي عشت اكتر منه. مش فاهم. التمثال مكتوب عليه بعد 40. ده صحيح. وانا دلوقتي ماشي في 45. يعني اشطر منه تقريبا. وانا متشكر خالص وحرد لك المبلغ بسرعة. متشكرة. مع السلامة. اسمحي هانم كلمة واحدة. أفندم في حاجة؟ أيوة أنا عاتب عليك جدا. غريبة، أنت عاتب عليا ليه؟ تبقى مين حضرتك؟ أنا مدين لك بمبلغ. لا يا فندم، لازم حضرتك غلطان. أبدا، والتمثال في بيتي وفي حياتي وفي دنياي. يا خبر، افتكرت. وليه ما كلمتنيش في التليفون؟ أنا مش اديتك النمرة؟ اتصلت يا فندم ببيع اللب. كنت بحسبك نبيل. وانا كنت بظنك. انت بتحط ايدك في جيبك ليه؟ الوصل مش معايا دلوقتي. وصل ايه؟ وصل المعرفة دي. تصور اني معرفتكش. وده مش ذنبي، ده ذنب المقابلة الخطف. لا ابدا، انت اتغيرت وسمنت شوية وصحتك كويسة وعشان كده معرفتكش. الفضل كل ده للطبيب اللي عالجني. لا ده لازم دكتور ماهر جدا. مين هو يا ترى؟ أعظم مثال إيطالي. فهمت، التمثال اللي عمل فيك كده. ده غير حياتي خالص. تصوري إن من يوم ما اشتريته وأنا معرفش الزعل ده جنسه إيه. هو تمثال عظيم فعلا. الله، إحنا نسينا نفسنا ولا إيه؟ الظاهر كده. ما تيجي نخرج شوية في الجنينة؟ ما عنديش مانع، إنما دي صدفة غريبة. تصوري من يوم ما استلفت منك 50 قرش وأنا دايخ عليكي. علشان 50 قرش ولا؟ والله بقى تقدري تفهميها زي ما أنت عايزة. ودلوقتي؟ ودلوقتي أنا أسعد مخلوق في الدنيا. إيه رأيك في الهدوء ده؟ جميل، إنما دي حاجة غريبة. تصوري أنا حاسس إني أعرفك من مدة. وإيه اللي جابك الحفلة دي؟ التمثال. يا بخت التمثال. الحقيقة هو صاحب الفضل، بس السبب انتي. انت لازم فنان. فنان؟ تصوري قبل ما اشتري التمثال ده ما كنتش احب الناس، كنت اخاف حتى من نفسي، كنت حزين شارد مظلم. ولما جيت تمثال؟ ولما جيتي انتي. الحقيقة من ساعة ما شفتك وانت بتشتري التمثال ده وانا قدرتك وعرفت انك فنان. وانا من ساعة ما وقفتي وشفت التمثال ونصحتيني وسعفتيني وانا تأكدت انك واحدة عظيمة وفنانة اصيلة. وانت عايش لوحدك؟ كنت. ودلوقتي مع التمثال. مش كده؟ لغاية قبل الحفلة. مش فاهمة. بكرة تفهمي. ودلوقتي؟ لازم فهمتي. وابدا ولا فاهمة حاجة ابدا. كفاية انا فاهم. وانا؟ وانت اللي كنت بدور عليكي من زمان. كده اعمل ايه؟ اهي اصلي مش عارف اتكلم. ودلوقتي بتحب التمثال قد ايه؟ كنت بحبه من كل قلبي، انما ظهر له مزاحم خطير. وهو مين يا ترى؟ هو في حد غيرك انت. انا طب انا مين؟ ده اللي انا عاوز اعرفه، ده اللي عاوز اعرفه من الصبح ومكسوف اقولك. ما تتكسفش، انا هدى. اسم جميل زي صاحبته. وانا اسمي فهمي. طب يا استاذ فهمي. الأستاذ دي بلاش. طيب يا فهم. أنا دلوقتي صدقت. صدقت مين؟ صدقت إحساسي، صدقت قلبي، صدقت التمثال. مفيش شك إنك إنسان فنان. وإنتي كمان. اطمن. أنا سعيد، سعيد جدا.
دي اول ليله في حياتي احس فيها بسعاده عمري ما حسيت بيها من الاول. ايه الكلفته دي؟ الوقت سرقنا وسبنا الحفله واللي فيها. وهو في اجمل من حفلتنا دي؟ الحقيقه حفله كويسه واللي عاملينها ناس حبايبنا. ما اقصدش. امال تقصد ايه؟ حفله. المهم نخش بقى وكفايه. طيب وهشوفك ازاي؟ خد نمره التليفون. تاني. لا النوبادي صحيح. معاك ورقه وقلم؟ ايوه اتفضلي. طيب ادي النمره يا سيدي اهو وتطلبني فيها. اتفضل. وادي الكارت بتاعي اهو وفيه نمره تليفوني. لا اطلبني انت. وليه انت ما تطلبيش؟ يمكن حد في البيت يرد واعمل لك مشاكل. لا ابدا ابدا، هو انا معايا غير الطباخ وصديقي التمثال بس. وحياتك انت ما فيش غير كده. يعني اطمن؟ اطمني خالص خالص. طيب مع السلامه بقى، احسن ان اتاخرت. والتليفون بكره الصبح هتلاقيه بيرن الساعه 8. ده مش هيرن، ده هيغني. اصله فنان. مع السلامه. وانا بقى عن اذنك هروح دلوقتي احضن التمثال وابوسه. يا خبر قد كده؟ واكتر من كده. ما تعرفيش فرحتي بيك النهارده كانت لها فرحه غريبه. وانا كمان يا فهمي. على العموم انا سعيد، سعيد جدا. مع السلامه. وحفضل صاحي للصبح لغايه التليفون ما يضرب. متاسف قصدي يعني لغايه ما هيغني. مش كده؟ مش كده يا هدى؟ مع السلامه. الو. اهلا اهلا اهلا، يا صباح الهنا. يا سلام، الساعه 8 ظبط. ما تعرفيش قد ايه انا بستنى الساعه 8 دي. ايوه طبعا نمت كويس، بس يعني قعدت مع التمثال شويه. الله، احنا هنغير بقى؟ لا يا حبيبتي، ميعادنا مظبوط وهكون موجود. لا 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 لا، الموف بيبقى عليك جنان. وكمان هتغيري من الفستان، البسي اللي يعجبك. طيب يا حبيبتي مع السلامة. يا حسن يا حسن. أفندم. اسمع عاد، أنا النهاردة عاوز أكل أكلة هيلة. والله أنا فرحان اليومين دول عشان حضرتك الحمد لله دلوقتي غير الأول خالص. يعني كويس ولا؟ أبدا أبدا، ده كله عال. انا عارف كان ايه اللي مخليك تملي كده حزين وزعلان. يا حسن لو عرفت. الله، انا شايف التليفون ده كل يوم كده عالريق يعني بيفرفشك. يا سلام يا حسن، 45 سنة قضيتهم في حزن وغم وفكر، ودلوقت الحمد لله عرفت اضحك وانبسط وعيش. المهم النهاردة عاوز اكل خروف. تصور يا حسن، عايز اكل خروف. ياه، ربنا يفتح نفسك، بس اوامر الدكتور. الدكتور انت يا حسن. عايز اكل فرخه، فرخه محمره ولحمه، وكمان حمام محشي بالفريك. سمعت؟ سمعت. من عناية يا استاذ فهمي. يا سلام، عيني عليك بارده قوي. الله يرحم ازاز الادويه والعلب والحاجات اللي ربنا لا يعودها دي تاني. ايوه يا حسن الحمد لله. شوف دلوقتي على الكومودينو بتاعي ايه. ايوه شايف يا سيدي، كولونيا وريحة وحاجات حلوة. ربنا يديم عليك الصحة. وكمان التمثال ده من يوم حضرتك ما اشتريته واحنا مبسوطين خالص. واه لو عرفت السبب كمان. فاهم فاهم من غير كلام. يلا اوام حضر الاكل، احسن عندي مشوار مهم. بس اسمع افندم، قبل الاكل اطمن على الهدوم عند المكواجي وهاتها بسرعة. من عناية يا استاذ فهمي. حاضر.
واخرتها يا هدى. في ايه يا فهم؟ في حكايتنا دي. مالها؟ في الحقيقه انا محتار ومش مصدق عينيا. وقلبك؟ قلبي يا سلام يا هدى لو عرفتي. عارفه ومتاكده. تصوري انا قاعد هنا من امتى؟ من الساعه 6. يا خبر. طب ده ميعادنا 8. اللي حصل. الله. تشربي ايه؟ اشرب ليمون. انت يا جرسون. افندم. واحد ليمون من فضلك. حاضر يا فندم. وانت؟ انا اصبحت ما اقدرش اعيش من غيرك، بس انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ من 50 قرش. يا شيخ ضحكتني. دي ال50 قرش دي ليها عندي قيمة كبيرة. تصور يا فهمي اني ما احبش في الفلوس دلوقتي غير الورق ابو 50 قرش. قلت كده؟ ولا اكتر من كده. عندي الورقة ام 50 قرش، هي الدنيا كلها. الليمون يا فندم. متشكر. العفو يا فندم. انا فكرت كتير يا هدى في حكايتنا. وانا كمان. وصلتي لايه؟ مادام في حب يبقى كل حاجة تانية ما تهمش. ولازم نحافظ على الحب ده. طبعا. اسمعي، انا عندي فكرة هتبسطك، وهي في الحقيقة مفاجأة. هتبسطني انا؟ الحقيقة مفاجأة مفرحة لينا احنا الاتنين. مادام المفاجأة كويسة ليك قولي عليها. ما هو لو قلتلك عليها دلوقت تفقد قيمتها؟ حتى لو كانت اكتر مما اتصور من الفرح. يا هدى، الواحد لما ينام بامل حلو احسن ما يعرفه دلوقت. يعني مش هنام لغاية بكرة؟ بكرة هقولك على المفاجأة. تروح تنام بقى، احسن اتأخرنا، وحستنى بكرة بفارغ الصبر ان شاء الله. طيب تحبي اوصلك شوية؟ ما عنديش مانع. تصور يا فهمي ان انا النهارده اللي قاعده هنا من الصبح. انا كمان استغربت وانا جاي بدري. قابلتني حريه وتمشينا شوي. اهلا وسهلا. متشكره. دي هدى بتشكر فيك خالص. يا بختك. لا بس ده كرم منها. على العموم هدى اعرفها لما كنا تلامذه سوا وسرنا مع بعض تملي. وده شيء يشرفني طبعا. يا سلام يا فهمي، يا سلام على حريه دي زمان. ايه ودلوقتي؟ ودلوقتي ربنا ما يوريك. ليه بعد الشر؟ ما تسيبك بقى من الحكايه دي دلوقتي. ايوه على رايك، خلينا قاعدين مبسوطين. في حاجه مضايقاكي؟ لا لا ابدا ابدا، دي هدى كده تملي تحب تتريق عليا. استاذن انا. ما كنتش ضايقتكم ولا حاجه لما جيت بدري شويه؟ ابدا والله ابدا، بس لازم انا اروح دلوقتي، هدى عارفه ظروفي كلها. طب يا حريه اتفضلي انتي، وبلاش تفكير في الحكاية دي. ان شاء الله. انا تشرفت قوي يا استاذ فهمي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلام. يا حرية. صاحبتك دي غريبة وباين الحزن في عينيها، مع انها جميلة وحلوة وصغيرة. متجوزة واحد كبير في السن. دي حكاية تضايق فعلا. والله اللي يضايق اكتر الرضا بيه. طيب وليه ما تتطلقش منه؟ مخلفة منه ولدين. انا كنت فاهم ان شجرة الحب يبقى ورقها اخضر باستمرار، لكن لما ما تلاقيش اللي يهتم بيها تنشف وورقها يسقط. يعني الحب مش هو كل حاجة. عمره ما كان يا فهم. غريبة. تقصدي ايه؟ ان ما كانش الحب موجود بمعناه الكامل يكون زي الهلال اللي محوطاه الغيوم ومغرقاه في بحر اسود. انت فيلسوفة. الله، احنا خدنا الكلام ونسيت تطلب لنفسك حاجة. ايوه صحيح صحيح. يا جرسون. افندم.
من فضلك هات لي واحد قهوة مظبوط. حاضر يا فندم. قولي ايه المفاجأة اللي هتقولي عليها؟ احسن الوقت اسف. معلش بكرة. بكرة؟ بكرة ايه؟ القهوة يا فندم. طيب متشكر. ما قلتليش بكرة ليه؟ بكرة بقولك. بكرة بكرة؟ ايوة بكرة. والنهاردة ومبارح والسنة الجميلة اللي قضيناها كنت بتعمل فيها ايه امال؟ تبقى ما كنتش بتحبني؟ كنت بستعد. واستعديت ولا لسه؟ بكرة هكملها. انا مش فاهمة حاجة ابدا. بكرة يا ستي هتفهمي كل حاجة. لا انا لاحظت من ساعة ما قلتلك على حكاية حرية وجوزها وانت اتغيرت خالص. وما فهمتيش؟ فهمت انك ما بتحبنيش. ان كان كده كنت قلتلك. يعني بتحبني؟ طبعا. بقى دي لهجتك ولا ده كلامك؟ ده احنا شفنا بعض من سنة ودي اول مرة اشوفك بالشكل ده. يا ريتني شفتك من 20 سنة. من 20 سنة. يا خبر، كنت لسه ما اتولدتش. قولي بقى، قول وحياتي، ايه المفاجأة الحلوة اللي كنت هتقولها لي؟ انت مش تأخرتي؟ يلا بينا. يا جرسون. افندم. شوف الحساب كام والله. 30 قرش يا فندم. طيب اتفضل. متشكر يا فندم. فهمي، ايه المفاجأة؟ فهمي قولي عليها. خليها لبكرة. انت دايما تقول بكرة بكرة بكرة. طب وليه مش النهاردة؟ اصلي انا اتأخرت كتير. انت اتأخرت كتير؟ اتأخرت ازاي؟ انت جاي بدري قوي قوي. فعلا انا جيت بدري. لكن برضو متأخر. متأخر؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. ليه يا فهمي دايما بتقول كلام كده كله الغاز؟ قولي في حاجة؟ ما تخبيش عليا. قولي لو في حاجة قول. وحياتي عندك. انا انت ايه؟ انا هدى. أيوة. انا ولا حاجة، خليها لبكرة. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايفه بهدومك دلوقتي ما قلعتش. انت لسه ما نمتش ولا خارج دلوقتي؟ والله يا حسن اقول لك الحقيقه، انا لسه ما نمتش. يا الله 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 الله. ومين اللي كسر التمثال ده؟ التمثال ده انا اللي كسرته يا حسن. كسرته؟ غريب، وكسرته ليه؟ علشان اصغر مني. اصغر منك؟ ليه؟ انت مش كنت بتحبه؟ فعلا كنت بحبه. التليفون يا استاذ. الله يا استاذ، التليفون بيضرب. سيبه يرن. الله، انا مش فاهم حاجة ابدا. مش هو التليفون ده اللي كنت بتستناه كل يوم الصبح؟ غريب. أرد أنا بدالك؟ لا 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 لا، ما تردش أنت. أنا راجل كبير في السن، بحبها صحيح بس مش عاوز أتعسها. سيبه يرن يا حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيه يا أخويا ده بيكلم روحه؟ وجراله إيه؟ مش ممكن أخليها زي صاحبتها حورية. يا أستاذ فهمي، أستاذ فهمي، الهانم الهانم، حرام عليك. خليها لبكرة. كنتم مع تمثيلية خليها لبكرة
عن قصة غدا سأحبك لأمين يوسف غراب، إعداد محمود يوسف. اشترك بالتمثيل عماد حمدي، عايدة هلال، محمد شوقي، آمال سالم، عبد المنعم إسماعيل، ومحمد غنيم. قام بالتسجيل بيومي مرسي. ساعد في الإخراج كمال سرحان. خليها البكرة تمثيلية من إخراج فتح الله الصفدي.